سلام الله عليكم. تمر الأيام مسرعة في طريقها لإتمام الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في مصر، آخذة معها تصورات جديدة لشكل الجمهورية الثانية بعد 30 يوليو. وهنا يتبارى الشارحون ويتنافس المحللون في رؤية العلاقات المصرية العربية بعد تلك الانتخابات. عبد الفتاح السيسي، موسى مصطفى موسى، مرشحان يحملوا كلاهما أفكارا وطرقا للعمل ربما تكون مختلفة، لكن ما اتفق عليه الرجلان هو أهمية استمرار توطيد علاقة القاهرة بأخواتها من العواصم العربية الأخرى. أهلا بكم إلى الرئيس. العلاقات المصرية العربية علاقات يجمعها الدم واللغة والتاريخ، إذ تم توطيدها خلال السنوات الأربع الماضية ما أكسبها المزيد من الزخم. نرحب بكم ونفتح نقاشنا حول هذه العلاقات، ولكن بعد هذا التقرير. 30 يونيو لعام 2013، يوم فارق في التاريخ المصري الحديث، إذ شهد خروج المصريين ورفضهم لسطوة جماعة إرهابية. ولكن الأمر لم يتوقف على التغيير الداخلي في الحكم، وإنما تعدى ذلك إلى التأثير على العلاقات الخارجية لمصر. العلاقات المصرية العربية ممتدة منذ قرون عديدة، إلا أن وقوف القسم الأكبر من الدول العربية إلى جانب مصر بعد ثورة 30 يونيو أعطى العلاقات انتعاشة كبيرة. وفي عهد رئيس السيسي شهدت العلاقات مزيدا من التقارب، إذ شاركت مصر ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فضلا عن اتخاذ مصر والسعودية والإمارات والبحرين موقفا موحدا من قطر عبر قطع كافة العلاقات معها نتيجة نشاطها المزعزع للدول العربية وتدخلاتها لا سيما في مصر. وترى مصر دائما بشكل واضح ومعلن أن دعم وصيانة الأمن القومي العربي بمعناه الشامل وأبعاده السياسية والاقتصادية والعسكرية ضرورة مهمة، خاصة وأن مع الإدراك المصري لأن الأمن القومي لكل دولة عربية على حدة لن يتحقق إلا في إطار الأمن القومي العربي. جديد أرحب بكم مشاهدينا الكرام، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريمين في الاستوديو الآن. الدكتور غازي مدني المحلل السياسي السعودي، أهلا بك دكتور غازي. شكرا. ضيفا عزيزا علينا في تيمنا، أهلا بك. أرحب أيضا بسيادة سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية سابقا، أهلا بك سيادة السفير. اسمح لي دكتور غازي، بدأنا التعريف هنا نبدأ السؤال من هنا. حاضر تفضل. بداية سيادة السفير، عندما نتحدث عن محددات العلاقة المصرية العربية في الفترات الماضية ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية، كيف يمكن تعزيز هذا الملف من وجهة نظركم في إطار الدولة المصرية القادمة؟ السيد الرئيس منذ أن اعتلى المنصب في يونيو 2014 وركز على المحور العربي في السياسة الخارجية المصرية بشكل مكثف، وفي إطار هذا التركيز كانت العلاقات المصرية السعودية من جانب والعلاقات المصرية الخارجية من جانب آخر هي في قلب وصميم هذا التحرك العربي أو السياسة العربية لمصر خلال الفترة الأولى أو الولاية الأولى للسيد الرئيس.
والعلاقات مع السعودية احتلت مكانة خاصة في التحرك المصري عربيا وشرق أوسطيا. وإحنا في هذا الإطار بنرحب بقدوم صاحب السمو أمين محمد بن سلمان ولي عهد السعودية. ونتذكر في هذا السياق أنه دي الزيارة الثانية، هي الزيارة الأولى لسمو الأمير كولي للعهد منذ أن تولى هذا المنصب في منتصف العام الماضي، لكنها الزيارة الرسمية الثانية. كان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد قام بزيارة رسمية للقاهرة في يوليو 2015، ووقع مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يعرف باسم إعلان المبادئ في 30 يونيو 2015. إعلان المبادئ بيؤطر للعلاقات المصرية السعودية، وبالرجوع إليه تجد أن هذا الإعلان بيمس كل جوانب العلاقات بين الدولتين في مقاربة شاملة. وأحب برضو تسمحوا لي، وفي هذا الإعلان كان آخر فقرة فيه والاتفاق على تعيين الحدود البحرية بين البلدين. فعموما زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان اللي هتبدأ اليوم زيارة أنا شخصيا بعتقد أن هي في غاية الأهمية، ليس فقط بالنسبة للمسارات المستقبلية للعلاقات المصرية السعودية، وإنما للتعامل مع مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط والخليج في المرحلة المقبلة، وبتؤسس بتبني على ما ورد في إعلان المبادئ اللي ذكرته لتو. هذا الإعلان اللي بيمثل في تقديري الوثيقة الأساسية العصرية المعاصرة للعلاقات المصرية السعودية. اسمح لي سيد السفير أذهب إليك دكتور غازي. بطبيعة الحال سنفتح جزء خلال حوارنا لزيارة سمو الأمير محمد بن سلمان، لكن تغيرات عنيفة أصابت عددا من الدول العربية في الفترات السنوات الماضية، وأصابت حالة ربما من حالات إنجاز التعبير الفتور في بعض العلاقات بين الدول العربية. كيف ترى التوجه المصري نحو الملفات العربية في السنوات القليلة الماضية؟ والله يعني أنا زي ما أشار سعادة السفير، يعني منذ أن تولى الرئيس السيسي منصبه كرئيس، وهذا يعني إحنا يعني نعتبره رجل تاريخ رجل حضارة، حسن العلاقات بين مصر والدول العربية وعلى وجه الخصوص مع السعودية. يعني الحقيقة هذه الزيارة أنا أعتبرها تاريخية تشاورية، يعني يحمل ولي العهد ملفات عديدة كقضية فلسطين وقضية الإرهاب وقضية، فلا بد أن يبدأ محطته الأولى بمصر للتشاور مع فخامة الرئيس. وأتصور إنه يعني الملفات اللي يعني هتناقش كل ما تهم الدول العربية والخليج وقضية الإرهاب في المقدمة، لأنه يعني الحقيقة نجحت مصر في القضاء على نسبة كبيرة من الإرهاب في سيناء وفي مخططات. لكن عفوا المقاطعة دكتور غازي، لماذا البداية من مصر؟ المحطة الأولى لأنها تشاورية، العلاقة يعني بين البلدين علاقة يعني حميمة وعلاقة تدور على مصلحة البلدين، لأنهم دولتين عظمتين لهم دور كبير في الشرق الأوسط وفي المنطقة، فلا بد أن المحطة الأولى أن تكون مصر، لأنه هو أربع محطات حيزورها، ولا بد أن يتشاور مع فخامة الرئيس في هذه القضايا ويطرح ما عنده من أمور سيناقشها في بريطانيا وفي فرنسا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا والملف الفلسطيني والملف الإرهاب. والحقيقة يعني أنا متفائل إلى درجة كبيرة إنه العلاقات زي ما أشار ترسيم الحدود، يعني هذه مهمة جدا، كوبري الملك سلمان هذا حيكون خير واستثمار، يعني
قضية الجزيرتين اللي بيشيعوا الآن أو جات أيوة يعني يمكن جات صدفة مع هذه الزيارة، لكن إحنا يهمنا أخذ الجزيرتين راحت لمصر ولا للسعودية كل واحد يعني نعتبرها يعني مهمة جدا، يعني حتى لو راحت لمصر إحنا مستفيدين منها. نعم. يعني طبعا الزيارة سبقها زي ما أشار سعادة السفير، بس هذه تعتبر الزيارة الأولى للولي العهد بشكل رسمي، بشكل رسمي وأن تولى وأصبح ولي العهد. وطبعا الزيارة زي ما أشار سعادة السفير جاء وقع عدة اتفاقيات، لكن الملفت للنظر أنه قبل هذه الزيارة جاء رجال الأعمال للاستثمار. نعم. هنا يعني وصلوا مصر وبدأوا الآن يناقشوا موضوع الاستثمار وموضوع، لأنه الحقيقة وجدوا المناخ مناسب لعملية الاستثمار في مصر، وزي ما تحسن موضوع الاقتصاد المصري وتحسن يعني أصبحت العملة في المركز الدولي يعني لها قيمة كبيرة. نعم. فتصور أنه يعني التشاور هذا كان لابد منه، ولابد أنه يمر على محطة الأولى محطة مصر، يعني يتشاور مع فخامة الرئيس، هم مصالحهم واحدة، وزي ما أشرنا وليست هي علاقة الآن، هي علاقة أزلية من زمان يعني، وتتطور وفق استراتيجيات تطوير مع مجموعة أهداف الآن بتتحقق بين مصر والسعودية. نعم. يعني أنا اللي لفت نظري أنه الشعب السعودي يعني كان يزغرد أو يطير بعد التغريدات فرحا بعلاقات بين مصر. نعم. وبين السعودية. اسمح لي انضم لنا الآن سيدة اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري. أهلا بك يا سيدة اللواء. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. أهلا بك. ربما ضيفي الكريمان دكتور غازي مدني وسيادة السفير حسين هريدي تحدثا بشيء ما عن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة، لكن هذا أيضا يأتي في إطار حالة من حالات توطيد العلاقات العربية العربية في الإجمال. أنتم في البرلمان المصري سيادة اللواء، كيف ترون ملامح السياسة المصرية في الفترة الأخيرة؟ السياسة المصرية الخارجية طبعا. السياسة المصرية الخارجية بتنقسم إلى عدة دوائر. الدائرة الأولى وهي الدائرة العربية، ثم بعد ذلك الدائرة الإسلامية والدائرة الإفريقية والأورو المتوسطية والعالمية. وأهم علاقتنا في الإطار العربي هما الدولتان الكبيرتان اللتان تعد هما ضمانة أمن وحصن هذا الوطن العربي، وهي مصر والمملكة العربية السعودية. نعم. وفي الشهر الماضي كنا في الرياض والتقينا بجلالة خادم الحرمين، والتقينا أيضا برئيس مجلس الشورى، ثم في النهاية كان وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني. والحقيقة هذا الرجل وصف الأمة العربية وصفا يعني أعجبني كثيرا، لأنه قال إذا شبهنا الأمة العربية بالطائر فإن مصر والسعودية هما جناحي هذا الطائر. نعم. وكلما قوي الجناحان كلما قوي شأن هذه الأمة. نحن نعلم أن الأمة العربية تمر بأزمات كبيرة للغاية لم تمر بها من قبل، وتحاك لها الكثير من المؤامرات الإقليمية والخارجية ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدولنا، وهذه كلها تحديات
تفرض علينا جميعا نحن والمملكة العربية السعودية أن نكون في خندق واحد في مواجهة هذه التحديات. نعم. ولي العهد يعني بيمثل في السعودية يمثل فكر شجاع وعصري في تحديد أو في تجديد شباب المملكة واعتمادها على الشباب وإعطاء المرأة السعودية القدر المناسب من الحرية والمشاركة المجتمعية، فضلا عن يعني قيادته لمسيرة النهضة الاقتصادية والاستثمارية، فهو يضع فكرا لا يجعل فيه أن النفط هو المصدر الوحيد للاقتصاد القومي السعودي، بل اتخذ فكرا جديدا نحو أن تكون الصناعة والاستثمار والزراعة هي مصادر أخرى، ولا بد من تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على مصدر واحد كالنفط مثلا. لتبقى معي سيدة، ووضع أطر صحيحة وعصرية للسياسات السعودية محليا وعربيا ودوليا. لتبقى معي سيدة اللواء، احنا بنرحب به ضيف عزيز، وبنعتبر هذه الزيارة زيارة مشهودة ومن الزيارات التي نعتز بها، لأنه شخصية متميزة. هذا الرجل يعد الذراع الأيمن لخادم الحرمين، نعم، والجناح الأمين له في تنفيذ كل السياسات. لتبقى معي إن كنت تسمعني بوضوح سيادة اللواء. الإرهاب في مكافحة الفساد رأينا له منظومة محل إعجاب شديد في أن يكون لديه هذه الشجاعة وهذه الجرأة وهذا الفكر المتقدم في أن يمضي قدما نحو ما يفيد هذا الوطن، فضلا عن تشغيل الشباب السعودي وعدم الاقتصار على العمالة الخارجية فقط. نعم. وظهر ما يسمى بسعودة العمل في المملكة العربية السعودية حتى يشارك أبناء الوطن في مسيرة تنمية هذا الوطن. نعم. الحقيقة ربما أريد أن أشرك يعني رأي آخر معي سيادة اللواء إن كنت تسمعني بوضوح. أعتذر منك إن كنت تسمعني بوضوح. ابقى معي سيادة اللواء سعد الجمال. أعود إليك سيادة السفير، وربما تحدث سيادة اللواء عن بعض سمات السياسة الخارجية السعودية وحتى تحدث في تفاصيل داخلية، لكن بسؤالي عن سمات السياسة الخارجية المصرية تجاه المنطقة العربية في الفترة الماضية كيف تنظر إليها؟ كما أشرت في إجابتي على سؤال حضرتك في بداية الحلقة، السياسة المصرية تجاه العالم العربي هدفها أو جوهرها هو توحيد المواقف العربية تجاه التحديات الكبرى، ليس فقط التحديات الكبرى إنما التهديدات الخطيرة التي تواجه الأمة العربية قاطبة. خلال السبع سنوات الماضية تعرضت الدول العربية إلى زلزال مدمر. طبعا أنا لا أدخل من مسؤول كأطراف عربية في هذا الموضوع، لكن المحصلة أمامنا اليوم سواء في ليبيا على حدودنا الغربية أو في سوريا على حدودنا الشرقية الشمالية أو في اليمن على حدودنا الجنوبية. وكل هذه الأزمات الثلاثة بتمس الأمن القومي المصري في الصميم، كما تمس الأمن القومي السعودي بدرجات متفاوتة. هذا علاوة على تطورات القضية الفلسطينية والمقاربة الجديدة اللي بتمثل مفاجأة وصدمة في نفس الوقت للإدارة الأمريكية الحالية
للتعامل مع القضية الفلسطينية. بمعنى مفاجأة وصدمة في نفس الوقت. هي مفاجأة وصدمة يعني دي عايزة حلقة، لكن نعم. يعني يكفي يعني. ندلل على هذا قرارين اتخذتهم هذه الإدارة. القرار الأول طبعا معروف لحضراتكم جميعا اللي هو قرار 6 ديسمبر، ثم البناء عليه بطريقة صادمة أيضا، والإعلان على الإسراع بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس لتتواكب مع احتفال الحركة الصهيونية العالمية بمرور 70 عاما على قيام الدولة اليهودية. القرار الثاني أو القرارات الثانية استخدام سلاح المال للتأثير على القرار الفلسطيني المستقل. نعم. وللضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية للانصياع مقدما مع ما ستطرحه هذه الإدارة من أطروحات لما تسميها هي اتفاقية القرن. لكن عموما ده حضرتك التوجهات الأساسية للتحرك المصري على المحور العربي والحفاظ على الدولة الوطنية. كان النقطة اللي كنت جاي لها في كل هذا، مصر أدركت أو على الأقل اعترفت منذ 2014 رسميا وعلى أعلى مستوى أنه الهدف الأساسي مما نراه في المنطقة هو المساس بالدولة الوطنية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى ومغزى تاريخي بالنسبة لماضي الأمة العربية وحاضرها ومستقبلها. ولذلك ترى دائما الهدف اللي بنتوجه إليه هو الحفاظ على الدولة الوطنية، الحفاظ على الجيوش العربية، الحفاظ على الكيانات العربية. دوت أحد الأهداف الأساسية للتحرك المصري. وأعتقد أنه طبعا أنا أترك المكان لضيفنا العزيز الدكتور غازي يتحدث، الدكتور مدني يتحدث عن منطلقات السياسة الخارجية السعودية، لكن أنا تقديري أن الرؤية المصرية والرؤية السعودية متفق لحد كبير حوالين كيفية التعامل مع كافة الملفات الإقليمية. وأخيرا ده تطور لافت للنظر، وطبعا دكتور غازي كلمنا عنه، أنه وزير خارجية السعودية كان في بروكسل من حوالي 3 أسابيع ولأول مرة يتحدث عن الملف الليبي وعلى دور المملكة العربية السعودية في ليبيا، وده كان مفاجأة. لكن حضرتك طبعا أقدر مني على العفو، يعني الحقيقة الاستطراد ده اللي يعني تحدث فيه سعادة السفير وضع النقاط على الحروف صحيحة. أنا أسوق قول الله يرحمه سعود الفيصل الله كان الله يرحمه، وكان الحقيقة دفاعه عن مصر في هيئة الأمم المتحدة كان دفاع قوي جدا، يعني دافع عن مصر وعن كل في المجتمع الدولي، وكأن السياسة سياسة واحدة الخارجية بين السعودية وبين مصر، سياسة واحدة تتبع استراتيجية مدروسة. يعني لاحظنا أنه زي ما تفضل أول مرة في قضية ليبيا يتحدث الجبير وزير الخارجية بصراحة وبشفافية في قضية الهدى. نمرة 2 دعم الجيش الوطني الليبي بشكل مباشر. وعن الإرهاب وعن ما يحدث، وكذلك يعني نلاحظ في قضية الفلسطينية اللي تعرض فيها سعادة السفير في قضية نقل السفارة إلى القدس واعتراف ترامب بالقدس عاصمة. خرج واحد أستاذ بيدرس يهودي بيدرس في العبرية جامعة العبرية قال هذا وبالا علينا وليس يخدمنا هذا الموضوع لأنه انفلتوا علينا في الضفة وانفلتوا علينا في الحد. ما لفت نظري أنه قضية للأسف الشديد قطر، يعني خلينا نكون صراحة، يعني قطر دفعت ما يقارب من 120 مليون دولار للتوطين لإسرائيل. يعني هذه مرت كده الأمور ولم يلقى الضوء عليها. نمرة 2
قضية مصر في قضية انه يعني الاصلاح بين رأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية، ونجحت مصر انها جمعت هذه الفصائل حلول مباشرة وسريعة. حلول مباشرة وسريعة. لكن اسمح لي دكتور غازي، اخترقت هذه. اسمح لي نذهب إلى الكويت، نستقبل من هناك الأستاذ إبراهيم موسى الصحفي بجريدة الراي الكويتية عبر سكايب. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. أهلا بك. ربما في أكثر من مناسبة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول أمن الخليج هو جزء من أمن مصر القومية، ونحن نتحدث في برنامج الرئيس عن محددات السياسة الخارجية العربية في الفترة المقبلة. هكذا تصريح وأنت صحفي، كيف تفسر ما تحته؟ أولا زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى مصر كأول في أول زيارة له خارج المملكة بعد توليه منصب ولاية العهد هي زيارة تاريخية بكل ما تحمله المعنى من كلمة، إضافة إلى أنها بتوجه للعالم أجمع رسالة أن العالم العربي كيان وأن سيفه ودرعه هي السعودية ومصر، وخصوصا أن سمو ولي العهد سيكون لديه جولة عالمية مع كبرى دول العالم بعد زيارة مصر. ده إن لم ينم على قوة العلاقة العربية المصرية أو الخليجية المصرية وخصوصا السعودية ومصر وهما درع وسيف الأمة. نعم. الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يتحدث عن أمن الخليج قد يأخذ البعض أنه كلام عابر، ولكن هي رسالة موجهة للعالم لأن الأمة العربية جسد واحد، وفي تعرض أي جزء من الجسد لخطر فإنما الأمة كلها تعاني من الخطر. الخطر النهاردة واحد، خطر الإرهاب، مصر بتقود حرب ضد الإرهاب طروس، العالم العربي وخصوصا الدول الخليجية وعلى رأسهم السعودية بتعاني من الإرهاب أيضا، الهم واحد والتكاتف في المرحلة ضروري، ومصر تعي ذلك جيدا والسعودية كذلك والإمارات والكويت. الخليج دائما أبدا يقول أن قلب مصر هو قلب الأمة النابض. حال نهضت مصر نهضت الأمة العربية، وحال ما أخفقت مصر خفقت الأمة العربية. مصر في الفترة اللي فاتت كان في تراجع في دورها العالمي والإقليمي، استعادته ما بعد 2011. العالم شاعر بذلك، دول الخليج يعني في قمة النشوة بسبب عودة مصر. أستاذ إبراهيم، وأنت مصري الآن مقيم في دولة الكويت الشقيقة وبعملك الصحفي، كيف ترصد استعداد المصريين للانتخابات الرئاسية في الخارج وبالتحديد طبعا لديك في الكويت؟ والله الكويت من فترة كان في أكثر من مؤتمر مقيم لدعم الرئيس وللدعوة للانتخابات، في بعض المؤتمرات فردية وفي مؤتمر مقيم وحضرته وزيرة العاملين في الخارج نبيلة مكرم، وكان حضور حاشد، عدد كبير جدا من أبناء الجالية منتظرين اليوم ده ومستعدين ليه. يوميا في دعوات ومبادرات شخصية ورسمية وغير رسمية للحشد. الكويتيين شخصيا أكتر ناس بيدعوا الناس مصريين الموجودين في الخارج للإقبال على الانتخابات والحشد، إلى درجة أن الاتحاد العمالي الكويتي أعلن أن يومي الانتخابات يوم أجازة. عدد من الشركات اللي عندهم دوامات قالوا أن اليوم ده تضامنا مع مصر هو أجازة للعاملين كي يتفرغ للذهاب للانتخابات. الصحافة الكويتية كيف تستقبل هذه الأيام والفترة المقبلة؟ طبعا الحدث هام جدا وجلل، والصحافة الكويتية مستعدة لي على قدم وساق، وبدأ التنسيق مع السفارة من خلال مسؤولين والاستعداد. خبات ستجري. نعم. طبعا الأمن المستعد زعفات أمنية لتأمين وتسجيل عملية الانتخابات بين العاملين.
تبقى معي أستاذ إبراهيم. أعود إليك سيادة اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري. أنتم داخل اللجنة سيادة اللواء، وكما استمعت معي للأستاذ إبراهيم، هو في الكويت يقول دولة الكويت أعلنت أن أيام الانتخابات الرئاسية في الخارج هي أيام إجازة في دولة الكويت. هل تواصلتم مع بعض الدول العربية الشقيقة الأخرى للقياس على هذا الأمر لمساعدة المصريين على الإدلاء بأصواتهم؟ أيام إيه يا فندم؟ في الكويت تم إعلان إجازة رسمية في أيام انتخابات الرئاسة المصرية. إجازة أنتم في نحن نتواهوا طبعا، احنا بنحيي الكويت إنها يعني أعطت إجازة رسمية لإتاحة الفرصة للناخبين لكي يدلوا بأصواتهم ويستخدموا حقوقهم الدستورية في انتخاب الرئيس. ويعني احنا ايضا بننادي كل الدول العربية ان تحذو حذو دولة الكويت الشقيقة، واحسب ان الجميع لن يكونوا بعيدا عن هذا الفكر ولن يكونوا ابدا معوقين لاداء المصريين على اراضيهم في استخدام حقوقهم السياسية والدستورية، لأننا لا نعتبر أبدا أن المصريون على أرض أي دولة عربية غرباء، بل هم في وطنهم أيضا. الأمر الذي يفرض على هذه الدول من باب القرابة والوحدة بيننا في أن نتخذ حذو الكويت مثلا لنا في هذه الانتخابات. أنت كنت سألت قبل عن العلاقات على أو محاور العلاقات المصرية في الخارج. نعم. وأنا يعني كنت عايز بس أضيف لإخواني وأشقائي اللي اتكلموا. تفضل. إنه السعودية ومصر يمكن هناك تقارب شديد في السياسة الخارجية فيما يتعلق أولاً رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول، لا سيما دولنا العربية. نعم. ثانيا التدخل بالطرق الدبلوماسية والسياسية من أجل حل النزاعات دون الصراع الذي لا يدفع ثمنه إلا دماء الشعوب. يعني في هذه الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية حتى تظل كل دولة قوية بمؤسساتها وقادرة على أن تواجه التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية في هذه الأيام. نعم. فضلا عن أننا نحن والسعودية في خندق واحد في مكافحة الإرهاب، وهناك تعاون بيننا. وتعلمون أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال مرارا وتكرارا أن أمن الخليج خط أحمر، وأمن السعودية ودول الخليج. نعم. ونعلم من هي دول الخليج طبعا عدا دولة انشقت عنا. نعم. هو أمن مصري أيضا، لأننا نؤمن من قبل ذلك بأن الأمن القومي العربي كله لا يتجزأ. نعم. ولكن في هذه الأيام نحن للأسف الشديد لم نجد هذا التوحد كما نجده بيننا وبين دول الخليج وبعض الدول العربية وليس كل. نعم. الدول العربية أصبحت الاتجاهات تختلف بين دولة وأخرى. نعم. وأصبحنا نحن حينما ندين مثلا كمصر ندين تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للخليج ولليمن ومناصرة الانقلابيين على الشرعية. نعم. في الداخل اليمني ومدهم بالصواريخ واستهداف هذه الصواريخ الحرمين الشريفين، هذه الأمور التي نرفضها تماما. نعم. وندينها أشكرك. في مصر لأننا لا نقبل أبدا هذا التدخل الإيراني
لا نجد أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري، كنت معي مباشرة من داخل مجلس النواب المصري. دكتور غازي وسيادة السفير اسمح لي، كاميرا الرئيس ذهبت إلى الشارع المصري، تجولت بين المواطنين واستطلعت آرائهم في توطيد العلاقات المصرية العربية. نتابع. في تبادل استثمار، هيبقى في نمو اقتصادي كبير، الناس هتشتغل، البطاله اللي موجوده دي البلد هتنتعش، يعني تسويق الاقتصاد يبقى قوي، علاقاتنا بالدول الشقيقه بتبقى قويه، يبقى في محبه يعني، والناس هترتاح. الدول العربيه هي سيده العلاقات معروفة كانت لمصر وأي دولة تانية. يبقى في تبادل اقتصادي، تبادل تجاري، سوق مفتوحة. علاقات بالدول العربية كويسة جدا، وإن هو بيعمل أقصى جهده يعني عشان كده، عشان يقوي العلاقات بيننا وبين الدول العربية التانية. دائما نسعى إلى تطور العلاقات المصرية مع الدول العربية، لأن ذلك يعني من طابع اللغة والأخوة والدين، وبس مع هذا نطلب انه اكو فالتسهيلات للعرب القادمين الى مصر مثلا. يعني الاستفاده بس ان الدول العربيه تبقى، لو مصر وقعت في اي مشكله اكيد الدول العربيه تقف جنبها، يعني ما تبقاش حاجه غريبه يعني عليها. يعني تحسين العلاقات بالدول العربيه مهم جدا، يعني لان دوت يعتبر الامور الدبلوماسيه دي بتعود على مصر في تحسين الحاله الاقتصاديه وكده. يعني هيكون علاقات اقتصاديه، ده اهم حاجه اللي محتاجه مصر حاليا، علاقه اقتصاديه دي اهم حاجه محتاجها مصر حاليا، ده وجهه نظري. لكن تقويها ازاي؟ دي ناس لا متخصصين فيها. والله بالنسبه للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حسب العلاقات بتاعته الخارجيه والعلاقات الدوليه اللي هو بيعملها، بتوسع العلاقات وفي نفس الوقت بتساعد على زياده الاقتصاد المصري بكل امكانياته. شريحة من المواطنين المصريين وأيضا بعض الإخوة العرب المقيمين على أرض مصر، ربما أردت أن تعلق دكتور غازي. والله هو أشار الأستاذ جمال قضية الإرهاب ومن الإرهاب. الحقيقة التعاون بين مصر والسعودية في مكتب تنسيق حول قضية الإرهاب والمعلوماتية واللوجستية، سواء كان في موضوع إيران أو غير، يعني مصر والسعودية كشفت كثير من الدول لأوروبا والدنيا الإرهابيين، وكرة الإرهابيين، ودتهم معلومات. واعترف واحد من مجلس الشيوخ وقال فعلا احنا تلقينا معلومات من مصر والسعودية عن وجود إرهابيين هيفجروا هناك، وإحنا يعني نشكرهم على هذه الملاحظة. فمعناته العين يعني هنا التعاون بين الدولتين السعودية والمصرية في محاربة الإرهاب يعني الحقيقة نجحت إلى حد كبير، يعني في مصر زي ما شفنا في سيناء. فإذا قضية اليمن، ولا ما ادري سعاده السفير يتحدث عنها ويتحدث عنها، قضيه اليمن هذه يعني قضيه زي ما تعرفها ايران يعني دعمت الحوثيين وتدربهم، ومن قبل الحوثيين كانت تدعم الجنوبيين المطالبات بالاستقلال بالضبط او بالانفصال ولذلك يعني اللي اغتال الرئيس صالح ده اغتالوا الايرانيين، هم اللي خططوا علي عبد الله صالح. اي نعم، ودفعت قطر مبالغ، يعني احنا ما نريد ان نكشف عن هذه الدوله برغم انه مصر حاولت انها يعني تصلح احوال القطريين ويرجعوا للبيت الخليجي ويرجعوا للامه العربيه، عجزت. زي مثلا الشيخ صباح قام بدور كبير، الوساطة يتوصل معهم إلى نتيجة وبعد كده ينكروا إنهم هم قالوا. فهذه قطر الحقيقة تنظيم الحميدين والتميم. الآن في الحقيقة في اختلافات في قضية تميم ومستشارين عزمي بشارة
كان ينتقد تميم بأنه اللغة السياسية عنده يعني ما أتقنها وبيحاول بقدر الإمكان أن يخرج عن الخط، فهددوا أنه هو يعني هذا طبعا معروف جاسوس إسرائيلي موجود مزروع في فيعني قضية سوريا نعم. حاولوا إشاعات كبيرة تخرج تحاول أن تجعل خلاف بين مصر نعم. والسعودية وما نجحوا في قضية سوريا. الحقيقة هم متفقين المملكة العربية السعودية ومصر متفقين على أنه النظام لازم يتغير في سوريا ولكن في أولويات الأليات. أي أولويات هم عايزين أنه أولا يخلصوا من الميليشيات هذه بعدين يخلصوا من النظام وهذول من النظام ولكن توصلوا إلى نتائج والحقيقة فشلت كل المؤامرات نعم. التي تحاول أن تجعل الصدع بين المحتر نقطة مهمة فيما يخص قطر اسمح لي أذهب بها إلى الكويت الأستاذ إبراهيم عبر سكايب. أستاذ إبراهيم إلى نعم الأستاذ إبراهيم موسى الصحفي بجريدة الراي، إلى أي مدى ترى إمكانية توافق عربي عربي فيما يخص ما يحدث مع قطر؟ الأزمة العربية مع قطر دول الحصار كما يقال أو الدول الأربعة دول المقاطعة دول المكافحة للإرهاب يعني المكافحة. نعم. توسط فيها سمو الأمير وهو قائد إنساني وأمير الدبلوماسية كما يشهد العالم أجمع له، ولكن الأزمة أن قطر لا ترغب في تقديم أي خطوة للحل. قطر مصر على موقفها دائما ابدا تستنكر الدلائل والبراهين التي اثبتت تورطها في الارهاب نعم. ودائما ما تتعامل مع الامر وكان لا شيء يعني لا مشكله لا ازمه ونقدر نتفاوض بدون اي تقديم تنازلات او اعتراف بالخطا نعم. طبعا هو اصل المشكله مصر والسعودية والإمارات والبحرين لم تتجنى على قطر، الزمن أثبت تورطها في وثائق، الكويت اتخذت مساعي للصلح. على كل الأحوال شكرا جزيلا الأستاذ إبراهيم موسى الصحفي بجريدة الرأي، كنت معي هاتف عبر سكايب من الكويت، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أعود إليك سيادة السفير، إيران وهناك حالة من حالات التوتر التاريخي في العلاقات ربما من فترة الرئيس أنور السادات بين مصر وإيران، والآن الإيران كما تعلم تتدخل في الخليج العربي، تتدخل في البحرين، في اليمن، وفي سوريا، وفي لبنان، وفي العراق. إذا أردنا أن نضع إيران في جملة مفيدة في إطار حالة التضامن العربي الحالية، هو طبعا بداية يجب أن نقر أن ما فيش موقف عربي موحد، ليس فقط إزاء كيفية التعامل مع إيران وإنما أيضا إزاء كيفية التعامل مع القوى الإقليمية الثلاثة اللي تاريخيا كانت دائما تعمل يا إما فرادة أو مجتمع لضرب الوحدة العربية، والوحدة هنا مش بمعناها الحرفي وإنما بمعناها التضامن العربي والتقارب بين الدول العربية. والثلاث قوى إقليمية هذا ما كان نطلق عليه في زمن ما دول التخوم إيران وتركيا وإسرائيل نعم. وعندما نتحدث عن التدخل الإيراني أفضل نتحدث عن حاجة أشمل من التدخل الإيراني تفضل. ألا وهو ما هو الموقف العربي الموحد تجاه التدخلات الإقليمية، بمعنى أن في الوقت اللي أنا برفض فيه التدخل الإيراني في الشأن العربي يجب علي أن أنا أرفض أيضا الغزو التركي لشمال سوريا. لا أستطيع أن أتعامل بكيل بمكيالين، لأن أنا متحالف مؤقتا مع تركيا. تحدث عن تقاطع المصالح ربما أو التقاء مؤقت للمصالح مع البعض، هذه النقطة اللي كنت أحب تفضل. هو أن أنا مش معنى أن أنا في دولة أو دولتين عربيتين لهم مصالح عابرة مع تركيا أن أنا أغض النظر أغض البصر عن ما تفعله تركيا في شمال سوريا، بغض النظر عن موقفي أو موقف الطرف العربي الآخر من الحكومة السورية، ده موضوع فرعي.
فعندما نتحدث عن إيران يجب، أنا بتكلم من وجهة نظر عربية قومية، أنه يجب أن يكون لنا موقف التعامل بالمثل مع الكل، كل التدخلات الإقليمية في الشأن العربي. ده بيتطلب، ده في بقى هذه العملة لها وجه آخر اللي هو ال 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 الفكر القومي العربي. كل هذه التدخلات الإقليمية سواء إيرانية أو تركية أو إسرائيلية جاءت كنتيجة مباشرة لغياب هذا التواصل القومي بين الدول العربية، وكل دولة عربية أو مجموعة دول عربية ذهبت طريقا معينا. ويحضرني في هذا المثال، إذا كنا حضراتكم تحدثتوا عن أزمة الرباعية العربية مع قطر، لا على طول هو المحور القطري التركي. احنا لا نتعامل مع قطر فقط، احنا بنتعامل مع محور قطري تركي. فهو ده رأيي أنا بالنسبة للسؤال. شكرا جزيلا سيدة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية سابقا. أردت أن تعلق في ثوان معدودة فقد انتهى الوقت بالتحديد للأسف. أذكر أنه وزير الخارجية سعود الفيصل رحمه الله وقف في مؤتمر وقال حال العرب زي حالة مرضي، لأنه هو كان عنده بعض الرعشة شوي. فقال حالة العرب زي حالة مرضي، فيعني زي ما أشار سعادة السفير إنه ما في هناك اتفاق. شكرا جزيلا الدكتور غازي مدن المحلل السياسي السعودي، شرفتني في هذا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا. كما شرفتنا أيضا سيدة السفير على هذه الحلقة. أشكر أيضا من شاركونا عبر الهواء مباشرة عبر سكايب، اللواء سعيد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري، والأستاذ إبراهيم موسى الكاتب الصحفي بجريدة الرأي الكويتي كان معنا عبر سكايب. إذن انتهت هذه الحلقة من برنامج الرئيس، غدا حلقة جديدة وزميل آخر. تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، هذه تحياتي محمد الرميحي أنقلها إليكم من القاهرة. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.